هلا والله فيكم حلقة جديدة من أنت وش أنت. الشخصية اللي كانت موجودة معنا في الحلقة الماضية هي جيرالت من لعبة ذا ويتشر، وهذول أسامي الناس اللي قدروا يجيبونه. والحين خلونا نبدأ بحلقة جديدة. ولد في ملجأ في رومانيا، وكان معروف أنه معدل جينيا من قبل عالم، وحتى يكون أقوى ويكون نسخة محسنة من الإنسان. وهو طفل ما كان اجتماعي ودائما منعزل عن المجتمع، ودربوه في الملجأ أنه يكون جاسوس وكيف يستخدم الأسلحة ومعدات الجيش وكيف يتنكر. ورجع للملجأ أساس ينتقم، واللي سواه أنه طعن دكتور بإبرة عدة طعنات وهرب. وبعد سنوات طويلة في الملجأ أخذته منظمة معروفة بالتعاقد مع القتلة. عرفتم من شخصيتنا؟ اكتبوا تحت في الكومنتس اسم الشخصية، وراح نحط اسمكم إن شاء الله في الحلقة الجاية. يعطيكم العافية، كما كفاية الشيحة، مع السلامة.